السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين قناتنا الجميلة على يوتيوب. النهاردة معانا معلومة بسيطة جدا جدا، ولكن في ناس كتير محتاجة لها. يعني ايه يرتدي؟ يرتدي عندنا ممكن نقولها put on، ممكن نقولها wear، ممكن نقولها get dressed. طب ايه الفرق؟ تعالوا كده بالراحة وبأبسط الطرق نعرف ايه الفرق. اول واحدة put on دي هنستخدمها للبس قطعة واحدة فقط. يعني ايه؟ لما اجي اتكلم عن قطعة في ملابسك، لما اتكلم عن قطعة واحدة في ملابسك، وغالبا ما بتيجي في صيغة الامر، زي ما اقول لحضرتك مثلا منار put on your jacket، put on your jacket، منار البس الجاكيت بتاعك. طيب ايه تاني ممكن استخدم؟ كمان get dressed، get dressed، get dressed. هنا بتكلم عن الملابس بشكل عام، الملابس اللي انت لابسها كلها. يعني مثلا اقول لك I get up at 6 o'clock and get dressed، انا بصحى الساعة 6 والبس ملابسي. فهو هنا بيتكلم عن ملابسه بالكامل، I get up at 6 o'clock and get dressed. طيب الرقم 3 ممكن نستخدم الverb wear. wear معناها يرتدي، وبتكلم عن الوصف او لما اجي اوصف حاجة. اقول لك منى is wearing red dress or short dress. منى لابسة او منى بترتدي red dress، فستان لونه احمر، او short dress. تلات افعال مهمين جدا، تلات افعال ظراف، ولكن استخدامهم صح يفرق معانا كتير. تابعونا ان شاء الله تعالى في قناتكم طاهر منصور على يوتيوب، وباذن الله تعالى كل ما هو جديد. السلام عليكم، وكان معاكم طاهر منصور.